ترأس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء، وذلك بقصر قضيبية صباح اليوم. وقد أدلى سعادة الدكتور ياسر بن عيسى الناصر الأمين العام لمجلس الوزراء عقب الجلسة بالتصريح التالي: أشاد صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء برعاية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه لمعرض البحرين الدولي للدفاع بايدك 2019 والذي افتتح اليوم، ورحب سموه بالمشاركين في المعرض معربا سموه عن تمنياته للقائمين عليه كل التوفيق والنجاح، ملوها سموه بأهمية إقامة هذا المعرض في تكريس سياحة الأعمال والمعارض بمملكة البحرين وفي جعلها مركزا للمحافل الدولية ومنصة للاستثمار في المعرفة والتكنولوجيا. بعدها حاط صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء المجلس بنتائج الزيارة التي قام بها سموه إلى اليابان وبحضور سموه لمراسم تنصيب جلالة الإمبراطور ناروهيتو إمبراطور اليابان وبلقاء سموه بمعالي رئيس الوزراء الياباني شينزو أبي. وفي هذا الصدد فقد أكد مجلس الوزراء على أهمية هذه الزيارة في زيادة التعاون الثنائي وتنسيق الجهود لتطويره، فيما أشاد المجلس بعمق العلاقات والتعاون الثنائي البحريني الياباني وحرص البلدين على سبل تعزيزها ودعمها في المجالات المختلفة. بعد ذلك أشاد صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول رئيس مجلس الوزراء بالنجاحات المتتالية التي تحققها مملكة البحرين في المجالات الرياضية المختلفة، وأخرها إحراز لقب بطولة العالم العسكرية السابعة لكرة القدم والمقامة ضمن دورة الألعاب العالمية العسكرية في جمهورية الصين الشعبية، وتأهل منتخب مملكة البحرين لكرة اليد إلى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020. وأثنى صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على جهود المجلس الأعلى للشباب والرياضة برئاسة سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة وبعطاء شباب مملكة البحرين ورياضيها ومنجزاتهم في الميادين المختلفة التي عكست روح الوطنية والانتماء، وشكره وشكرهم سموه على ما يولون بذله من جهود من أجل أن تحرز مملكة البحرين نتائج مشرفة في المحافل الدولية في مختلف المجالات. بعدها شهد مجلس الوزراء بدور المملكة العربية السعودية ودعم دولة الإمارات العربية المتحدة في ترتيب الاتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي بما يعكس حرصهما على تحقيق الأمن والاستقرار وإرساء السلام في اليمن الشقيق والحفاظ على وحدته. بعد ذلك نظر المجلس في المذكرات المدرجة على جدول أعماله وذلك على النحو الآتي: أولا، بحث مجلس الوزراء مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام واطلع على ما تضمنته توصية اللجنة الوزارية للشؤون الاجتماعية والاتصالات والإعلام والشباب برئاسة سمو الشيخ علي بن خليفة الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء بشأن الجوانب الفنية لمشروع القانون، ومما انتهت إليه اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بشأن جوانبه القانونية، فيما عرض سعادة وزير شؤون الإعلام ما تم من تنسيق بشأن مشروع القانون مع الجهات ذات العلاقة والاقتصاد، وقد قرر المجلس استكمال بحثه في الجلسة المقبلة. ثانيا، استعرض مجلس الوزراء تقريرا حول أداء مملكة البحرين في تقرير سهولة ممارسة أنشطة الأعمال 2020 الصادر عن البنك الدولي والذي عرضه معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني. وقد أظهر التقرير أن مملكة البحرين حققت قفزة نوعية لتصبح ضمن قائمة أفضل 10 اقتصادات في العالم تحسنا، وقد تقدمت المملكة بحسب التقرير 19 مركزا وحصلت على المرتبة 43 عالميا مقارنة بالعام الماضي المرتبة 62 والمرتبة الثانية عربيا. كما وثق التقرير أهم الإنجازات التي تم تنفيذها في 10 مجالات من أنشطة الأعمال في 190 اقتصادا خلال 22 شهرا تنتهي في مايو 2019. كما أظهر التقرير تسجيل المملكة لأعلى نقاط في تاريخها عند 76 درجة مقارنة مع أدائها خلال السنوات الماضية. وقد تبوأت مملكة البحرين الصادرة بتطبيقها عددا قياسيا من الإجراءات التنظيمية والتي عكست مدى تحسين مناخ ممارسة الأعمال في المملكة، ومن أهمها إصدار قانون جديد لإعادة التنظيم والإفلاس وتعزيز حقوق أقلية المساهمين وتنشيط عملية استصدار تراخيص البناء من خلال منصة إلكترونية متطورة تربط عددا من الجهات الحكومية ذات العلاقة. كما تم تسهيل إنفاذ العقود من خلال إنشاء محكمة تجارية متخصصة ووضع معايير زمنية لجلسات المحاكم الرئيسة
وطرح خدمة الإشعارات الإلكترونية. ثالثا، وافق مجلس الوزراء على توقيع وزارة الداخلية ممثلة في شؤون الجمارك على اتفاقية الاعتراف المتبادل بتطبيق المشغل الاقتصادي المعتمد مع الهيئة العامة للجمارك بالمملكة العربية السعودية. وتهدف الاتفاقية التي رفعها معالي وزير الداخلية إلى زيادة التنسيق والتعاون في المجال الجمركي بين البلدين الشقيقين، وذلك في ضوء التوصية المرفوعة بهذا الخصوص من اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية، والتي عرضها سعادة وزير التربية والتعليم نائب رئيس اللجنة المذكورة. رابعا، وافق مجلس الوزراء على ميثاق التعاون بين الدول المصدرة للنفط أوبك والدول المنتجة من خارجها في مجال إنتاج النفط واستهلاكه. وفوض المجلس معالي وزير النفط بالتوقيع عليه، ويهدف ميثاق التعاون أعلى إلى تنسيق الجهود وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في منظمة الأوبك والدول المنتجة من خارجها، وإلى تنسيق السياسات الهادفة إلى استقرار أسواق النفط مما يحقق مصالح المنتجين والمستهلكين والاقتصاد العالمي. وقد جاء ذلك في ضوء التوصية المرفوعة لهذا الغرض من اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية، والتي عرضها سعادة وزير التربية والتعليم نائب رئيس اللجنة المذكورة. خامسا، تابع مجلس الوزراء 115 مشروعا قيد التنفيذ بقيمة 371 مليون دينار في 3 قطاعات، وهي الطرق والصرف الصحي والمباني، وذلك من خلال المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من سعادة وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، فيما استعرض المجلس المناقصات التي طرحت وأرسيت خلال العام الجاري. وقرر المجلس استكمال بحثها في جلسة مقبلة في ضوء توجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بخصوصها. سادسا، وافق مجلس الوزراء على مذكرة تفاهم بشأن برنامج العمل التنفيذي بين وزارة المواصلات والاتصالات بمملكة البحرين والهيئة العامة للطيران المدني بدولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين في مجالات الملاحة الجوية، وذلك من خلال المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من سعادة وزير المواصلات والاتصالات. سابعا، أحال مجلس الوزراء وفق الإجراءات الدستورية والقانونية إلى مجلس النواب مشروعي قانونين تمت صياغتهما في ضوء الاقتراحين بقانونين والمقدمين من مجلس الشورى مشفوعين بمذكرتين برأي الحكومة حولهما. الأول هو مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب، والثاني هو مشروع قانون بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية. في بند التقارير الوزارية، استعرض مجلس الوزراء 4 تقارير وزارية، 2 من معالي وزير الخارجية بنتائج القمة 18 لرؤساء دول وحكومات دول عدم الانحياز في باكو بجمهورية أذربيجان، والذي حضره بتكليف من حضرة صاحب الجلالة العاهل المفدى حفظه الله ورعاه، والثاني بشأن نتائج اجتماع المجموعة الأساسية لمؤتمر ميونخ للأمن الذي عقد في القاهرة مؤخرا. أما التقرير الثالث فهو من معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني بشأن نتائج الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، والتي عقدت مؤخرا في واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية. التقرير الرابع من سعادة وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بشأن نتائج الاجتماع 22 للوزراء المعنيين بشؤون البلديات بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي عقد في مسقط مؤخراً.